عرفتش شو صار امبارح؟ موضوع زياد عيتانا. ايه عرفت. شو صار؟ ما بعرف. قلتي لي عرفت شو صار. اذا الاعتذار مني بكفي لآل عيتاني، انا قبل المصايد ببيت الغاوي، انا بعتذر على بعتذر له. فيك تعطيهم عنوان بيتك اذا بيروت وطن مصايد بشارع جبل العرب. ملك او اجار؟ لا ملك، خاله لجدي اسمه سعيد الزهيري، كان بيته مضافه للي يجوا كل اهلنا من السويدة، كان عامل بيته مضافه ومقصد للكل. مرسي يا عم. في اطلب منك في خليك انا بمسح لك عرقك. اعتذر انت من زياد وانا بمسح لك عرقك. انا مش بس من زياد، اي واحد انت مغلط بحقه من يعني الاعتذار فضيلي اليوم. معلش كرامتي انا. كرامتك انت، يعني اقول لك انه بعتذر زياد. كرامتي اعتذر من زياد. اكيد بعتذر من زياد. ومنه هاد. واكيد بعتذر من معلم. ومن سوزان. سوزان. سوزان اكيد بعتذر منه. راح اعتذر، انا ما بعرفه. كرامتي. بس ما بعرفه. انا مغروم. اعتذر او عن جد ببكي. مشان ما تبكي مستعد اعتذر منك. مشان انت ما تبكي. لانه عن جد رح ننزل نمعت. يعني منك تعتذر. لا ان شاء الله ما في. عمول معروف. اعتذر بليز على الكاميرا. 10 اعتذارات لإلك مشان ما تبكي. اعتذر بعد زيدهم 10. و20 اعتذار لإلك. دوبلهم زيدهم بعد 20 هم يصيروا 40. 40 و60 و80 و100 بس ما يكون. استعملت هالطريقة مع الكل والله كان الكل اعتذر. بدكم بتكون انا ابكي انا ولك قدامكم لتعتذروا. لا ان شاء الله. والله عيب. اطلب منك بعد زيدهم 20. و60 و80 و100 فينا نختم بعد ب 20 اعتذار زياده نختم فيه 80 و100 و120 خليني اياك ان شاء الله بس ما في انه نصهم مش عارفين وعم يعتذروا فخلص اعتذر نعتذر يا خيي بس مش عارفين على شو هن هيك بدهم نعتذروا هلا ليش نحن بدنا نعتذر ما بعرف بس انه بنعتذر اعتذر بنعتذر بس ما عرفنا على شو هن هيك بدهم يعني هن طلبوا منا نعتذر فقلنا بنعتذر اعتذر بنعتذر على شو ايات اللي وجان انتم ان بي ان الان بي ان